بعد شغف وحب استطاع الشاب محمد العبد الله وخلال سنتين بأن يكون قاعدة جماهيرية كبيرة ما شاء الله تبارك الله خلال وسائل التواصل الاجتماعي وبالتحديد على منصة التيك توك بهدف صناعة محتوى كوميدي تحول إلى متابعة مليونية. خلونا نتابع. صدمة كبيرة يوم القلب كان دي جاب حيرة قلبي كان دي جاب الله بقالة ما في هو بطاطس ما في بطاطس خلاص أنا بروح عند خوي الحين ولا أحد يسوي أي شيء بالسيارة طيب يلا خليكم مؤدبين اسمحوا لي ارحب بضيفنا محمد العبد الله واكيد نرحب بالنجوم الصغار منوريننا اليوم وسيم وهيف منورين. يا اهلا وسهلا نرحب فيك ونرحب في مشاهدينا الكرام. وسيم وهيف كيف حالكم؟ ايش اخباركم؟ كويسين؟ انا مره سعيده انكم موجودين معي اليوم في الاستوديو. طيب خلونا نروح لمحمد، بداية عرفنا على نفسك وايش اللي اخذك لعالم التيك توك وصناعة المحتوى عبر هذه المنصة؟ طيب محتوى التيك توك طبعا عبارة عن مادة سهلة في صناعة المحتوى. والمشاهد حاليا يعني من النوع اللي يمل في المقاطع، في ال 15 ثانية وال 20 ثانية هي أكثر تداولا في برنامج التيك توك والمونتاج في نفس المقطع في نفس البرنامج. فهذا فهذا شيء نسيتوني يا جماعة، أنا نسيت إنه كركور معالي حرام عشان هيب ووسيم أصدقائي محمد يعني خلاص أنا شفت هيب ووسيم فكركور اسمح لي نسيتك نسيتك معانا في الاستوديو أصلا أصدقائي نسوني خلاص شوف وسيم ما يبغاك خلاص وسيم تبغاني أنا ولا كركور أنا حبكي خلاص أنا ولا كركور كركور وأنا كركور حبيبي أنت يبغاني أنا يحبني منور يا محمد حبيبي منورك منورين كلكم منور والله يا كركور ونسيتك سامحني هرجع لك ان شاء الله معاكم دائما هرجع لك ان شاء الله قلبا وقالبا طيب صناعة المحتوى هو يكون في برنامج التيك توك اسهل برنامج التواصل مع الاطفال برضه وفئة الاطفال كثير في برنامج التيك توك صحيح طب كيف يعني قدرت تكون هذه القاعدة الجماهيرية الرهيبة جدا ما شاء الله تبارك الله يعني الموضوع اكيد ما كان حظ معاه اكيد طبعا احنا في مقاطع التصوير نتعب لين ما تسوي الفكره نتعب لين ما نوصل لهم الفكره عشان ايش عشان تقنوها صح فالحمد لله هو في المره الاولى والمره الثانيه كانت صعبه عليهم في التصوير بس خلاص مع التكرار صار الموضوع عندهم سهل الحمد لله يعني المقاطع نحاول نوصل شيء للاطفال اكثر عشان يحاولوا يستوعبوا الفكره صحيح حلو طب كيف بالنسبة لمقاطعك مع وسيم وهيف كيف جات الفكرة في بالك وفي نفس الوقت كيف جاء الترتيب طبعا وسيم وهيف أساسا أنا كنت أتابعهم من محبينهم أساسا في السوشيال ميديا فحاولت أتواصل مع أبوهم تمام بعد ما تواصلت مع أبوهم فقلت ليش منسوي جروب كامل أنا وهم فقال لي تمام فخلاص أنا لما أسوي الفكرة أجلس في البيت ساعة كذا أفكر إيش الفكرة معاهم أشوف أفكار بعدين خلاص أعلمهم يعني حدود ساعة ساعتين ثلاثة ونبدأ بالفكرة طيب وسيم وهيف كيف بيتفق معاكم أو كيف بتمثلوا مع محمد في التيك توك ها كيف تمثل معي نصور أيوة تحب أفكاره لما يقول لك بس صور معاكم تعجبك الأفكار بس إيش أكثر مقطع تحبوه حب السيارة أحب السيارة عشان سكتوا السيارة؟ دعسوا البنزين ورجت تطلعهم أنت عارفين إنه غلط الأطفال يسوقوا السيارة؟ صح؟ صح فأنتوا لازم تقولوا للأطفال لا تسوقوا السيارة، غلط تسوقوا السيارة وأنتوا صغار. لما تكبروا إن شاء الله تسوقوا السيارة. صح؟ صح.
وانا صغير ايش؟ ودعس. انت صغير تسوق وتدعس؟ ايوه. ما شاء الله تبارك الله، انت بطل، انت قوي صح؟ صح صح. طيب انتوا عارفين ان عندكم جمهور؟ في كثير من الناس يحبوكم ويتابعوكم؟ في ناس يصوروا معاكم؟ ايوه. في ناس يصوروا معاكم لما تطلعوا؟ ايوه. ايش يقولوا لكم؟ نمرة. ايش؟ يحبوكم ولا لا؟ ايوه. ايش تقولوا لهم انتوا اليوم؟ انتوا اليوم معانا لايف في التلفزيون، ايش تقولوا لهم؟ احبكم. بس؟ بس. وهم كمان اكيد يحبوكم، وانا من جمهوركم على فكره، وانا كمان احبكم. نتشرف. نتشرف. يا عمري. طيب محمد، يعني نبى نعرف ايش اكتشفت من خلال السوشيال ميديا؟ الناس ايش تحب؟ على ايش تدور؟ هل فقط تبحث عن الكوميديا او لا؟ في فئات مختلفة، في ناس يدوروا على الكوميديا، في ناس يحتوى على المحتوى الهادف، فبس اكثر فئة اللي نحن مهتمين فيها اللي هي المحتوى الهادف والمحتوى الكوميدي، لان اكثر فئة اللي هي لها مشاهدات. خصوصا مع وسيم وهيف برضو عندهم في شيء الهادف كثير، نحاول نوصل لهم فكرة للأطفال بشكل إيجابي، نطلع بصورة جميلة للأطفال. حلو. طب اليوم ما شاء الله يعني أنا شايفة في السوشيال ميديا كله يبغى يصير مشهور، كل الناس تبغى تدخل عالم الشهرة، المشاهير صاروا أكثر من الناس. صحيح. صحيح. العادية. صحيح. فإيش رأيك باللي قاعد يصير؟ هي شوف، الشهرة شيء حلو جميل يعني، بس نحاول أنه ناخذ الشهرة بشيء إيجابي، لأنه لا تأثر علينا سلبية بعدين في بعد فترة. بس حاليا في بعض المشاهير يبغى الشهرة بس، سلبي إيجابي يبغى الشهرة، فهذا الشيء سلبي، لازم نعرف ايش نسوي محتوى، نعرف ايش الشيء الايجابي عشان نمشي فيه. طب ايش اللي تشوفه في وسيم وهيف من مواهب؟ ما شاء الله عليهم، طبعا هم في التمثيل موهبه والله، مو عشان هم يمثلوا معي، لا انا كنت من معجبينهم. فما شاء الله وسيم على صغر سنه مهما كلمته اجين يرجع نفس المكان ويسوي نفس الحركات اللي انا علمته من نفسه بدون حاجه، خلاص يرجع اقول له اجين، يرجع نفس المكان، يروح نفس، يرجع لحاله كل الفكرة كاملة، يعيدها مرة ثانية ثالثة، بس طبعا يطفش يمل مرة. اي انت تتعبوا عاد في التصوير. ايوه يمل خلاص، اذا قال خلاص خلاص. اي صح؟ ايوه حبيبي وسيم. طيب وبالنسبة لهيف؟ هيف برضه هو ما شاء الله يعني، هيف اكبر منه سنا فهما اكثر يعني. اي فخلاص انه وما يمل بسرعة. لا ما يمل هيف، ما يمل بسرعة، هيف يصور ويجلس معاك لين خلاص. طب ايش تشوف فيهم موهبة غير التمثيل؟ المحبة للناس ما شاء الله طبيعة، من غير شهرة من غير اي شيء، ما شاء الله في اي مكان لحاله من ما يمشوا خلاص. صحيح صادق والله، اول ما دخلوا علينا الاستوديو حسينا بروحهم وحبيناهم كثير، حبيناكم وسيم. ونحن نحبكم كمان. طيب انتوا تحبوا التمثيل صح؟ نفسكم تمثلوا في المسلسلات والافلام ولا بس التيك توك؟ ايوه تيك توك. عجبكم؟ ما تبغوا تمثلوا مسلسلات وافلام؟ الا الا. طيب مين الممثل اللي مره تحبوا تمثيله؟ مين؟ مين تحبوا تمثيله؟ بالتيك توك يلا. مين تتابع؟ تيك توك. اتابع كلهم صح؟ ما يبغى يزعل احد، وهيف دبلوماسي ما يبغى يزعل احد. طب نفسك تسوي شيء ثاني غير التمثيل؟ هيف تغني، تسوي اشياء ثانيه غير التمثيل ولا بس تحب التمثيل؟ احب التمثيل. بس تبغى تصير ممثل؟ طبعا ما شاء الله اشكر والدهم، ما شاء الله يتعب عليهم يعني، اكيد يعطي الصحه والعافيه لما نصور معاهم، لما يتعب معاهم عشان بس يقتنعوا معايا، لازم الوالد يكون موجود. أكيد أكيد طبعاً، ونوجه له تحية صراحة. كنت أتمنى يكون معنا اليوم. طب إيش أكثر المقاطع اللي ضربت معاك محمد؟ وأكيد يعني كل مقطع يضرب كان له قصة، طيب نعرف القصص. طيب اللي هو الأكثر مقطعين تداولاً عندي اللي هو مقطع السيارة اللي ضارب عندي حدود 25 مليون، أنا قلبي وقف لما شفتهم ساقوا صراحة، ومقطع لما وسيم يدخل من تحت الأشخاص هذا ضرب عندنا 31 مليون مشاهدة. ما شاء الله تبارك الله. إيه؟ فالسيارة لما صورنا مقطع السيارة، لما حطينا وسيم على الدعسة
يدعس خلاص بطل يطلع من الدعسه. نشيله لا نشيله لا خلاص جالس في الدعسه جالس يدعس. يا وسيم خلاص حب الدعسه ف يقول ابى ادعس ما شاء الله. في هذا المقطع وسيم فرحان واضح فرحان. تحب السيارات وسيم؟ ايش كمان تحب؟ احب تيك توك. كل شيء تيك توك. يقول لك تيك توك واضح يعني حبهم وعشقهم للتيك توك. طب محمد هل مستقبلا ممكن نشوفك في ادوار سينمائيه مسلسلات افلام ولا راح تستمر في التيك توك؟ لا ان شاء الله التيك توك هي عباره عن منصه يعني محطه وان شاء الله يا رب انه في القادم الايام ان شاء الله على مسلسلات على افلام ان شاء الله نقدم شيء حلو ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. نحن نتمنى لك كل التوفيق وسعيدين كثير بتواجدك معنا وسعيدين اكثر بهيف ووسيم ونتمنى لكم كل التوفيق اكيد. خلاص احنا خلصنا. تبي تقولوا شيء قبل ما اقفل؟ ايش بتقول هيف؟ وسيم؟ تيك توك. تيك توك بس. ايش؟ وين البوسه للمتابعين؟ يلا. يلا اعطيهم بوسه عشان نطلع فاصل. هنا الكاميرا. اي الله عليكم. شكرا لكم. عفوا الله. جدينا طالعين فاصل قصير وراجعين. لا تروح بعيد.